80 مباراة و80 هدف، وميسي هذا هدف، هذا هدف، هذا هدف. 1-0 لليو، 1-0 لميسي. قول اش تحب يا ليو، قول اش تبغى يا ميسي، والعالم يمنح لك شريطة تعلن الهدنة يا أرجنتيني. جول 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 ديال فوتبول كلوب برشلونة، الجول يا دور الاعتيادي. 80 ب80، الآن غير الأرقام، 81 مباراة، 81 هدف. سبحان الله، أنا ذكرت الأرقام وأنت مررت، أنا نذكر بما مضى وأنت تذكر بما يأتي وتذكر بما يحضر. أيها الحاضر والمستقبل، أيها الولد الأرجنتيني، دعوة للسماء، نظرة للسماء، شكرا لمالك السماء. وهنا كورة يمتلكها برشلونة، شوف الوحدة، شوف اثنين، شوف الدفاع يخطئ من قريب مع من لا يرحم ميسي، ويصير على الملاعبين الكبار يا روكا، ويصير في الحياة على الرجال يا روكا. ترجع مرة ثانية، والهدف الثاني لبرشلونة، الثاني للبرسا عن طريق تشافي هرنانديز. مش معقول، هدف ثاني ولا أروع عن طريق الكابيتانو. خلاص في 21 دقيقة، في 8 متاع الليل بوقت يوكوهاما، بيع وروع الكاس لبرشلونة. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. جول 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 ديال فوتبول كلوب بارسلونا. هدف الثاني، شوف الكرة وين دارت، وين مشات، اخطاء دفاع رعب من الدفاع البرازيلي امام الاتاك الكتالوني. والهدف الثاني، مبروك للبرسا الكاس العالمية الثانية، اول فريق يحقق مونديال الاندية مرتين. ما تقوليش كرة عالمية كرة. ميسي 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 ميسي، مش ممكن ايش يعمل الليو، مش ممكن. الهدف الثالث، الهدف الثالث للفريق الكتالوني، الهدف الثالث للفريق الكتالوني. الفابريغاس جول عصو، 3-0 لبرشلونة، اكبر نتيجة في الفاينل. في شوط، في شوط، في شوط، في شوط، لن ارفع الصوت بعد هدفين، لنتكلم عن المتعة بعد متعة 45 دقيقة، لنتحدث عن قيمة الفريق يا نيمار. نيمار يعني موسيقار، عازف الجيتار، قلنا نورنا، قلنا متعنا، قلنا آنسنا الناس، يعني صحات ممكن مبكر لتشاهد هذا الفاينل في الوطن العربي، ولكن ليلهم ليل وصباحكم صباح. برشلونة من جديد هو العريس. الثالث، ميسي صنع كبيرة، ميسي صنع كبيرة، والفيش صنع الأهداف، الفيش صنع الأهداف، صنع الهدف الثاني والثالث الفيش. وهذه الكرة، وهنا الدور بتاع ميسي، وهنا القوة بتاع لي، وما سقطش، ما فكرش في البينالتي، يفكر كان يمشي لقدام على طريق الفيش ناحية له، الفيش ناحية على الأول. يا ولد يا ولد يا داني، يا ولد يا داني، يا ولد يا داني. وهو الرابع، والرابع، الرابع، الرابع، الكوارتو ديال فوتبول كلوب برشلونة، عند السيكوندو ديال ليو ميسي، الفانتازيستا ليو. 4-0 لبرشلونة، 4-0، أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم، وأكبر نتيجة في الفاينل، وماني قلت لك الرابع واصل. 4-0 بالموصل يا نيمار عن طريق ليو ميسي. ميسي الآن هداف المونديال مع أدريانو، ميسي هداف المونديال، وتشافي وانيستا وفابريغاس يعانقون الظاهرة ليو. يدخل إيبسون بديل لجانس. 4-0، ميسي هداف كأس العالم، ميسي هداف كأس العالم، وهذا في رأيي نجم المباراة. هم سيختارون ميسي،